يقول قلت لصادق يا ابن رسول الله أنا منذ 40 عام أو منذ 70 عام لعله بذيني بأربعين عام أسألك عن مسائل الحج وأنت تجيبني وما انتهت مسائل الحج. الحج قد بي مسائل. قال له يا زرارة البيت الذي وضعه إبراهيم والذي طاف عنه حوله جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء أنت في 40 سنة للتفتين كل مسألة شنو يصير؟ هسه إذا كان باب الحج هذا وضعه فما بابك ما بالك ماذا بالتوحيد؟ واقعا البعض يتصور أن مسألة التوحيد 4-5 مسائل نعرفها وخلص وهذا أصل التوحيد. لا مسألة التوحيد. ولذا نحن نعتقد وهذه مسألة إن صح التعبير بين قوسين ميز الأنبياء والأئمة والأولياء والأوصياء على باقي الناس ليس بالعمل وإنما ميزهم بالعلم. يعني قد يمكن أن يكون هناك إنسان من حيث العمل مساوي لوصي من الأوصياء من حيث العمل قد يكون من حيث العمل مساوي لنبي من الأنبياء غير أولي العزم ولكنه من حيث العلم التمايز إنما يقع بين الأنبياء والأوصياء لا في العمل الذي يعملونه وإنما ماذا في المعارف التي يملكونها. وحيث أن المعارف الإلهية والتوحيدية متناهية أو غير متناهية غير متناهية إذن أينما وصلوا يقبلوا الزيادة. ولذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله في صريح القرآن الكريم يقول وقل ربي زدني علما وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو الذي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ومع ذلك يقول ماذا ربي زدني علما لأنه هاي المعارف. ولذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وهذا ذكرناه أيضا في السفر الثاني من الأسفار العرفاء قلنا في السفر الثاني وهو من الحق إلى الحق قلنا هذا السفر غير متناهي لأن الإنسان كلما ازداد في معارف التوحيد يصل إلى مقام يقول بعد أنا وصلت صرت فارغ التحصيل أو لم يصل. لا يمكن أن يصل إلى أن يكون فارغ التحصيل أبدا. لا يوجد فارغ التحصيل أبدا في معارف التوحيد. كلما وصل الإنسان إلى مرحلة ففوقها درجة. ولذا قال القرآن الكريم الآية عجيبة هذه الآية المباركة وفوق كل ذي علم عليم. يعني وين وصلت فوقك ماذا يوجد عليم وفوق كل ذي علم وأنا وأنت ذو علم أصل إلى مرحلة القرآن يقول وفوقك عليم وفوقك عليم وفوقك عليم ينتهي أو لا ينتهي لا ينتهي أينما أصل يقول. ولذا أمير المؤمنين يقول من قلة الزاد وبعد السفر. يا سفر اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يشكو منه هذا سفر المعرفة معرفة توحيدية يقول ينتهي أو لا ينتهي. بعبارة أخرى عندما ينظر إلى البضاعة التي يملكها يجدها معرفة متناهية عندما ينظر إلى مباحث التوحيد ومعارف التوحيد يجدها متناهية أو غير متناهية غير متناهية عندما يقيس المتناهي إلى اللا متناهي المحصلة شنو صفر لا قيمة. ولذا تجدهم أن هذا الخضوع والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى وأنت تقول مولانا هاي المعارف التي يملكونها وهي المعارف بالنسبة إلي مولانا لا متناهية أما بالنسبة إلى الله هي ماذا؟ هي صفر لا قيمة له. نعم على أي نحو إذن الفارق الأساس المشاهد الكريم